الحديث أكثر وبتفاصيل أوفى ينضم إلي من بغداد عبر الهاتف الدكتور خالد شمال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية. أهلا بك معي دكتور خالد، وبداية صف لنا الأوضاع العامة بالنسبة لمخزون المياه في السدود العراقية في ظل تقارير تتحدث عن أزمة حقيقية وشح كبير في المياه. ما هي الأسباب؟ ما هي التداعيات؟ ما هي الأوضاع الحالية؟ السلام عليكم، تحياتي لحضرتك ولكل المشاهدين الكرام. مرحبا. نعم، مثل ما قال السيد مستشار الوزاره الاستاذ قادره، اكيد الـ 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 يعني الارقام المسجله بالخزانات العراقيه والخزين الاستراتيجي العراقي من المياه الخام هو اقل خزين متحقق في تاريخ الدوله العراقيه. يعزى هذا الامر الى ثلاثه اسباب اساسيه. السبب الاول هو قله الايرادات المائيه الوارده من دول الجوار المائي، من تركيا ثم من ايران ثم من سوريا، بسبب عدم وجود اتفاقيه ملزمه العراق مع هذه الدول تكون حقوقها تاريخ الدول الفرات. والسبب الاخر هو تنفيذ هذه الدول لمشاريع كبرى سواء كانت سدود كبير او استصلاح اراضي كبرى، وبالتالي انخفض الايراد المائي للعراق بنسبه، يعني الان لا يرد العراق الا ما يعادل 35% من استحقاقه الطبيعي. العراق هو متلقي المياه من دول الجوار المائي اللي ذكرتها، واكثر من 70% من ايراداته الخام تاتي من هذه الدول. السبب الاخر هو التغيرات المناخيه وقله السقيط المطري سواء كان في دول المنبع او في العراق. والسبب الثالث هو بدات اساليب الري والزراعه المستخدمه بالعراق. الامر المهم هو يعني قله الايرادات المائيه اللي تستورد من دول الجوار بسبب تنفيذ هذه الدول مشاريع استصلاح كبرى ومشاريع سدود كبرى. وبالتالي العراق لا يتكلم الا اقل من 35% من استحقاقه الطبيعي. ايضا شيء يعني مهم اخر، العراق سبب انخفاض الخزين الى هذه الدرجه، العراق مر باربع سنوات جافه بعد سنه 2014 كانت سنه مائيه فيضانيه، سنه 2020 و21 و22 وايضا 23 هذه السنه كانت سنوات جافه، وبالتالي العراق كان مضطر كاداره مياه الى الذهاب الى استعمال الخزين. وانخفض هذا الخزين بهذه السنوات الثلاثه والاربعه اللي مرت. تم استخدام الخزين لاغراض الزراعيه، لاغراض المياه الشرب، لاغراض الخدمات المتعدده اللي معروفه بكل الدول. ايضا بدات اساليب الزراعه والري، العراق ما يزال على الرغم العراق من 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 الدول الرائده بمجال الزراعه والمياه، لكن ما يزال الان بسبب ظروف العراق المتواليه من حروب وحصار واحتلال وارهاب، العراق ما زال ينتهج اساليب الزراعه والري التقليديه اللي الان. اذا كيف نعم كيف تنعكس دكتور خالد كل هذه المعاناه التي تتحدث عنها وكل هذه يعني المشاهد التي تتحدث عنها والاسباب، كيف سينعكس ذلك على الحياه في العراق تحديدا التنوع الاحيائي ومنطقه الاهوار؟ نعم، التنوع الاحيائي اكيد اكيد يعني منطقه الهوار، بالمناسبه الهوار هي عباره عن ارث حضاري تاريخي عراقي وعنوان بيئه ايكولوجي وليس منخفض لتجميع المياه وخزانات المياه. اكيد الاهوار الايرادات المائيه اللي تذهب الى الاهوار او المغذيات الاهوار مرتبطه بما يرجع العراق من ايرادات سواء كانت مياه صرفيه او امطار، وبالتالي الاهوار يعني مغذياتها تنخفض وتزداد تصاريفها اعتمادا على ما يرد العراق من 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 مياه. نعم التنوع الاحيائي في خطر، وبسبب قله الايرادات المائيه وبسبب انخفاض المناسيب، وبالتالي يعني انحسار المساحات المغموره بالمياه من الاهوار اكيد تاثر تاثير كبير على التنوع البيئي والتنوع الاحيائي، وتاثر على المشهد الطبيعي ل يعني الاهوار، ايضا تاثر على بعض المهن، تاثر على الحياه الاقتصاديه داخل الاهوار، حتى مو بس داخل الاهوار انما بالمحافظات اللي تشمل الهوار اللي هي البتراء والنصريه وميسان العماره. ايضا يعني شيء مهم اخر، كوزاره الموارد المائيه اتخذت اجراءات فاعله وعاجله لمعالجه هذا الوضع. من اهم هذه الاجراءات هو انه يعني الاجراء الاول كان على راس الحكومه دوله رئيس الوزراء ذهب بزياره اكثر من زياره الى تركيا والى سوريا وايران، وبالتالي هنالك يعني تحرك في هذا الملف، حول هذا الملف من ملف دبلوماسي او ملف فني الى ملف سيادي مرتبط بالامن القومي الاعلى للدوله. واقنع الجانب التركي بزياره طلاقات دجله مضاعفه لمده زادت عن الشهر، وخزننا هذه الكميات في سد الموصل، وضاعفنا الخزين الاستراتيجي بنسبه 35% عما كان عليه ب 1/11 من السنه الماضيه.
ايضا الوزاره قامت بتنفيذ خطه شامله بالتنسيق مع القوات الامنيه البطله ومع التنسيق مع القضاء على الموقف بازاله التجاوزات على عمودي نهر الزول فرات، وبالتالي منع التجاوز ومنع هدر المياه. ايضا نطبق سياسه توزيعات مياه مناوبه ومراشنه عادله يمين ويسار النهر، وبالتالي ضمان وصول المياه الى اكثر الاماكن. هنالك اولويات لدى وزاره الموارد المائيه حتى تعرفين، وليس فقط وزارتنا، لكل العالم هذه الاولويه موجوده. بعد التعامل مع المياه الخام، الاولويه الاولى هي تامين مياه الشرب بكل محافظات العراق، الاولويه الثانيه تامين المياه للاستهلاكات المنزليه والصحيه والبيئه والصناعيه، الاولويه الثالثه هي الخطه الزراعيه، الاولويه الرابعه لاعاده انعاش الهواء وادامتها، والاولويه الاخيره هي لتحسين بيئه شط العرب. الوزاره ملتزمه بهذه الاولويات. نعم، لكن ماذا دكتور الاولويات دكتور خالد، ماذا يعني معذرا على المقاطعة، ماذا عن تغير المناخ وهو واحدة من العوامل الرئيسية التي أدت إلى ما فيه العراق اليوم؟ هل هنالك أي تحركات مع التغيرات المناخية تأثيرها واضح وكبير على دولة مثل العراق، ونقدر نتأكد من هذه المعلومة عندما نعرف أن العراق هو أصبح دولة رقم 5 بالعالم الأكثر تأثرا بمؤشرات الجفاف العالمي. العراق يقع ضمن احد الاقاليم الحاره، لكن العراق اكثر الدول تضررا من الدول المجاوره، وبالتالي ايضا يعني حتى مفاوضاتنا مع ومباحثاتنا مع دول الجنوبيه خصوصا تركيا وايران وحتى سوريا تنطبق على ثلاث معايير اساسيه. هي المعيار الاول هو العمل على الاداره المشتركه لمصادر المياه، المحور الثاني هو تفعيل مبدا تقاسم الضرر كما هو تبادل المنفعه، والمبدا الثالث الحفاظ على الحقوق التاريخيه للعراق من خلال يعني عرض المشكله العراقيه امام الاعلام، امام المجتمع الدولي، امام اي جهه بامكانها انه تساهم. واكيد الضوء الان مسلط من قبل قناه الكريمه على هذا الجانب احد هذه المشاهد. نعم دكتور خالد، يعني ظل العراق يردد كثيرا انه متضرر ان صح التعبير من بعض الجيران في مساله وفي ملف المياه تحديدا، وهذا ما تحدث عنه منذ قليل. هل هنالك اي اتجاه لضغط بغداد على جيرانها حتى يكون هنالك اتفاقيات واضحه للحصول على حصص؟ يعني احنا كمؤسسات دوله بدنا نؤمن بمنهجيه الحوار والتوافق والتفاهم للوصول الى اتفاقات. الاتفاقات اكيد راح تتضمن، يعني نتكلم عن وزاره، احنا كوزاره موارد مائيه وزاره فنيه معنيه باداره المياه، معنيين بتهيئه كم نحتاج من المياه وكم نحتاج من تصاريف ومراقبه نوعيه المياه وكميات المياه وتصاريفها. لكن ملف المياه مثل ما تعرفي ملف سيادي، وبالتالي الملف السيادي يشمل الجانب الامني، الجانب الفني، الجانب الدبلوماسي، الجانب الاقتصادي، الجانب الاعلامي، الجانب الاخلاقي، وحتى الجانب المجتمعي وحتى الجانب الشرعي. وبالتالي دوله رئيس الوزراء وهذه الحكومه، دوله رئيس ذكر باكثر من مناسبه يعني انه ملف الموارد المائيه هو على راس اولويات هذه الحكومه، وهنالك امرين مهمين حدثت بعمر هذه الحكومه القصير. الامر الاول هو زياره دوله رئيس الوزراء الى وزاره وترأس اجتماع هيئه الراي بالوزاره، وهي اول مره تحدث في تاريخ الوزاره، وايضا زياره وزير عفوا رئيس فخامه رئيس الجمهوريه الوزاره واجتماع الكادر المتقدم، اذا ما علمنا أن فخامه رئيس كان سابقا هو وزير الموارد المائيه. الان اعتقد كل الواجهات القياديه السياسيه والتنفيذيه بالدوله هي معنيه باداره المياه، يعني فخامه رئيس الجمهوريه، دوله رئيس الوزراء، معالي وزير الموارد المائيه وسياده رئيس الوزراء، كل هذه التركيبه والتوليفه معنيين باداره المياه وعملوا بالمؤسسات. واعتقد الان البيئه مناسبه جدا لاقناع دول الجوار المائي بتلبيه احتياجات العراق المائيه. نعم، جزيل الشكر لك دكتور خالد شمال، وأنت المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، كنت ضيفي من بغداد.